حسب شائعات كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تقول أن الفيفا قامت بنشر بيان لها بخصوص مقابلة الجزائر أمام الكاميرون، حيث شهدت هذه الشائعات رواج كبير. ولكن هل الاتحاد الدولي لكرة القدم نشر هذا الخبر الذي يتداوله الجماهير الجزائرية مؤخراً؟ الفيفا لم تنشر وتحذف، هذا أمر غير صحيح. الاتحاد الدولي رفقة لجنة التحكيم لم تصدر حتى قرار بخصوص هذه القضية ضد غاسامة. كما كشف مؤخرا وزير الشباب والرياضة، إن رد لجنة التحكيم بعد ما قامت بدراسة الشكوى أرسلة بيان إلى الفافي. للتوضيح، القرار النهائي لدى الفيفا لم يصدر بعد، خاصة وإن البيان الأخير الذي قامت بنشره الاتحادية الجزائرية غير واضح. للتذكير، فإن الجماهير الجزائرية مقبلة اليوم 14 مايو 2022 على احتجاجات سلمية أمام مقر الفيفا بسويسرا، والتي ستكون مليونية وستزيد فيها الضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم وأخذ القرار النهائي، لأن الشعب الجزائري لديه شهرين تقريبا وهو يتابع قضية المنتخب الوطني الجزائري ضد الحكم الغامبي غاسام باكاري الذي كان السبب الرئيسي وراء إقصاء رفقة نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز من المونديال القطري. للإشارة، في هذه الأيام ستتخذ الفيفا قرارها النهائي، أمر طبيعي أن تأخذ الأمور كل هذا الوقت، شيء طبيعي جدا. لحد الآن لجنة التحكيم تحت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم قام بإعادة مباراة المنتخب البرازيلي أمام الأرجنتين، وذلك بعد دراسات كانت لأشهر طويلة. الانتظار هو أفضل حل.